لم تكن احتجاجات الإيرانيين على رفع أسعار البنزين بالمفاجأة، فاقتصاد المالي يعاني وطأة تصرفاته المارقة التي لا تترك بابا يجر عليه العقوبات الدولية أو المشاكل السياسية والاقتصادية إلا وفتحت. حرب البنزين مشتعلة في الشوارع الإيرانية وسط مؤشرات على انخفاض الاستهلاك بنسبة 20%. سعر صرف العملة الإيرانية يعاني سقوطا حرا أمام الدولار الذي بات يساوي 11,500 تومان في السوق الرسمية، وسجل مستويات أعلى بكثير في السوق السوداء. نسبة التضخم تفوق 35% ونسبة بطالة تتعدى 15%، بالتأكيد أمر خطير جدا لأي بلد. تحاول إيران الاستغاثة بحلفائها لتتجاوز هبوط عملتها أمام الدولار، فقد أعلنت سابقا اللجوء للتبادل التجاري بالليرة مع تركيا، فيما أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر مواجهة بلاده لمشاكل بنكية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. الأوروبيون تخوفوا من كسر الحصار الأمريكي فلم يتوغلوا في التبادل التجاري مع إيران، فتعمقت الأزمة أكثر. صندوق النقد بدوره يتوقع انكماشا لاقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5% وأن يصل العجز المالي ل 4.5%. صادرات إيران النفطية انكمشت أيضا إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران. النفط مثلا تقلصت من نحو 2.5 مليون برميل في مايو 2018 وقت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وفرض عقوبات أمريكية إلى نحو ربما 160,000 برميل في أغسطس الماضي. وفيما تحاول دولة الملالي الخروج من النفق المظلم بتصدير أزماتها للخارج، جاءت انتفاضة الشارع لتواجه صفعة جديدة لنظام أفلست تجربته السياسية، حيث هتف الشارع الإيراني بصوت واحد الموت للديكتاتور، في إشارة لعلي خامنئي.